قام الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئه الطاقه المستدامه بمنح شهادات في تركيب انظمه الطاقه الشمسيه لاثنين وخمسين مقاولا واستشاريا من اصل خمسه وخمسين من الذين شاركوا في البرنامج التدريبي المكثف للدفعه السادسه لتاهيل المقاولين والاستشاريين المختصين في تركيب انظمه الطاقه الشمسيه، والذي اقيم على مدى الاسبوع الماضي بتنظيم من هيئه الطاقه المستدامه بالتعاون مع هيئه الكهرباء والماء. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية وصرح الدكتور ميرزا بأن التزام هيئة الطاقة المستدامة بطرح مثل هذه البرامج التدريبية يأتي انطلاقا من اهتمام القيادة الحكيمة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة في المملكة من أجل استدامة موارد الطاقة وتنميتها ويأتي ضمن الخطوات التي تسعى من خلالها البحرين لتحقيق الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة وعبر المشاركون في البرنامج عن بالغ شكرهم وامتنانهم لاقامه مثل هذه البرامج التدريبيه الهامه. يشار الى ان مجموعه من من دربتهم الهيئه في تركيب انظمه الطاقه الشمسيه يبلغ اكثر من 300 متدرب انتظموا في البرنامج المكثف مجانا لتطوير وزياده عدد المقاولين والاستشاريين المؤهلين في هذا المجال.